اللغة أداة تواصل، كانت كتعجبك ولا ما كتعجبكش فهي إجبارية، حيث أي فرصة ديال العمل غادي تلقاهم طالبين لك لي كومبيتونس لانغويستيك وعلى الأقل اللغة الفرنسية، تكون ضابطها وكتفهمها وتقدر تعبر بها، ما غاديش نقول لك بطريقة احترافية، ولكن ما تكونش كتبلوكا وتوقف، تعرف تسلك راسك فيها. واليوم اللي ما عندوش الفرنسية والإنجليزية فصعيب عليه الحال بزاف، بلا ما نوصلوا للخدمة ولا انتروتيان اورال. قبل انت مازال كتقرا وشي استاذ ضيعك وما صحش لك مزيان وحط لك نقطة ضعيفة، واش غادي تعرف تصيفط ليه مايل فيه لوبجي دوموند دو كوريكسيون والتساؤل ديالك؟ واش غادي تعرف تصيفط مايل لشي شركة باش دوز ستاج ودوموند اون لين؟ واش غادي تعرف تصيفط مايل لشي بيرسون فشي شركة باش يعاونك مثلا الا لقيتي الكونتاكت ديالو؟ واش غادي تعرف تكتب مايل لشي استاذ خارج المغرب فشي مدرسة باش يصيفطك ليتر داكسبتاسيون ويعاونك باش تمشي تقرا خارج المغرب؟ اذا الفرنسية فهي باش تحقق ذاتك وتثبت الوجود ديالك قبل الخدمة، فخاصها تكون من الأولويات ديالك وكتعتبر مهارة مهمة. إذن شنو الطرق اللي غادي يسهلوا عليا باش نتعلمها؟ في الحقيقة كاينين بزاف، ولكن أنا اليوم غادي نحاول نعاونك باش تقلب على حسب الاحتياج ديالك أنت، حيت كاين مثلا ما كيفهمش مزيان، الأستاذ كيكون تيهضر في لونفي كيشد معاه شي وشي ما كيشدوش، وكاين اللي كيفهمها ولكن كيتبلوكا ملي كيبغي يهضر، ما كيلقاش المصطلحات اللي غادي يستعمل، مع العلم هذوك لي فوكابيلير راه عارفهم هما وكاينين في الراس ديالو، ولكن ما كيجيش على اللسان ديالو في الوقت اللي كيحتاجهم، وكاين اللي كيهضر ولكن ما كيستوعبش الأفعال اللي كيستعمل إلى زمان خاصو يصرف فيه، يعني عنده لا كونجيكيزون مخربق وزيد وزيد. فهنا خاصك تحدد الاحتياج ديالك انت فين كاين وتبدا تخدم بالحاجه بالحاجه باش ما تخربقش وباش ما تبداهاش وشويه ما تبانش لك النتيجه ويجيك واحد الفشل وتفراني. فخاصك دير تشخيص راسك اولا، مهم بزاف. اما باش تقرا هكا عموما وباغي تشد كل شيء في مره واحده، فهنا تيكون عندك واحد النوع من التشتت وغالبا ما تكملش. ونزيدك خاصك تعرف اين اللغه بغيتي، واش ديال المجال القرايه ديالك، فحال انا الا كنت شيمي فخاصني نعرف المصطلحات اللي كاينين في هذا الدومين اولا باش نقدر نسير قرايتي مزيان، شنو هي اون موليكول، شنو ان كومبوزي، سي كوا ان بالون، ولا كنت ايكونومي شنو هي لو بيلون، سي كوا لا بورس، شنو هما لي اكسيون، لو كابيتال، يعني لو فوكابيلير في الشعبه ديالك خاصك تاكلهم. ماشي انت عندك نقص هنا وما كتفهمش دروسك مزيان وغادي تمشي تتبع مع واحد في يوتيوب كيوريك لي زوبجي دو لا كويزين، ادوات المطبخ، جو في لا كويسون، كنطيب، جو مونج افيك ان كويير، كناكل بمعلقه. واش فهمتوا شنو بغيت نوصل لكم؟ حتى تضبط المجال اللي كتقرا والفوكابيلير والتعابير اللي كنستعمل فيه عاد نشوف الحوايج الاخرين، حيت الفرنسي كيف ما اللغات الاخرين راه فيها بزاف دو لي كاتيجوري، كاينه فرونسي يونيفرسيتير اللي غادي تحتاج في التعليم العالي، نقدر نقول لك هي الاولى اللي خاصك تغومبلي دابا باش تولي قادر انك تفهم ولا طحتي في شي حاجه تعرف تسلك فيها راسك، ولا كيفاش تصايب مايل، ولا لي تخدم موتيفاسيون ولا سي في. وكاينه فرونسي بروفيسيونيل ديال لي زونتربريز اللي غادي تحتاج في الخدمه ديالك من بعد، وكاينه فرونسي ارغوتيك اللي غادي تحتاج في الزنقه ولا في الدار ولا مع صحابك. دونك حدد راسك شنو باغي وقلب على داكشي اللي محتاج هو الاول، يعني اللي عندي في الاولويه، حيت حتى يوتيوب ولا جوجل الا ما وضحتيش ليه السؤال ديالك وانت شنو باغي راه كيبقى يطلع لك داكشي اون جينيرال. مع العلم انا هذه ما محتاجهاش، ايه مزيان نعرفها ولكن ماشي دابا، كاين شي حاجه الاورجون هي الاولى خاصني نحيدها. الا لاحظتوا الا بغينا نجاوبوا على كاع الاسئله اللي طرحنا في الاول ديال لا فيديو فغادي تخصنا سلسله بوحديتها خاصه غير بلي كومبيتونس لانغويستيك. وقبل ما نساليو هذه الحلقه غادي نقترح عليكم واحد القناه واعره اللي بغيت تعلم الفرنسيه العامه ديال الدار واللي كتسمع في الزنقه وغادي تتعلمها بطريقه طبيعيه جدا، غادي تتعلم من هاد العائله اللي عايشه في بلجيكا، الاصل ديالهم مغاربه، دونك على المستوى الثقافه ما غاديش تلقى مشكل بتاتا، يعني اي تعبير غادي تحتاجوه هنا في بلادك غادي تتعلموا معاهم. القناه سميتها ميمي او بي دي ديليس، الرابط ديالها غادي نتلقاوه في صندوق الوصف، وحتى هاد السيده عندها تبارك الله واحد لاكسون واعره، دونك نخليكم تكتشفوها شويه. هالو aujourd'hui on est de sortie n'est-ce pas les enfants ouais sont en train de jouer on va où au snack oui et toi tu vas prendre quoi on va voir là-bas ah tu vas voir et là-bas. Je vais faire ça c'est très facile vu oui que c'est ton spin et Younes en tout cas c'était chouette on a bien mangé oui les enfants très bien et très alors bien. On dit qui merci qui Sofiane. Merci Sofiane. Franchement, chapeau. Alors Mimi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour ton avenir proche? Est-ce que tu as des projets? Ben, mon projet, c'est Inch'Allah pouvoir aboutir à la réalisation de mon livre de recettes.
يلا نتلاقاو في الحلقة الجاية مع آخر المهارات الإجبارية واللي هما لي كومبيتونس كومبورتمونتال. See you next time.